يسعد أوقاتكم حبايبي رجال وستات. حكايتنا اليوم عن ملك مشهور باتخاذ القرارات، حب يختار واحد من ولاده الثلاثة ليورث الحكم عنه بعد الممات، وقرر يعمل لهم اختبارات ويجولوا بالقارات، وبعد مرور سنوات رجعوا الأخوات. سألهم أبوهم: شو جبتوا معكم بعد هالجولات؟ الابن الصغير جاب رسمة للأهرامات، والوسطاني قال قطع سباحة دجدة والفرات، أما الكبير قال له: أنا شفت بلاد الشام درت كل المنتجات، وجبت لك منها تشكيلة بهارات بتخلي الأكل يعمر بالنكهات. من وقتها الابن الكبير كسب ثقة أبوه الملك بكل الخيارات. وهون بتخلص حكايتنا يا حضرات، ولا تنسوا تجربوا من الدرة البهارات والزعتر والخلطات. بالهنا والشفا يا صايمين، رمضان كريم.